تضج ليالي بلدة إهمج للسنة الخامسة على التوالي فرحاً وأنغاماً في مهرجانها لصيف 2015، مهرجان دليل على النمو السياحي المحلي في الريف اللبناني بحسب قول وزير السياحة ميشيل فرعون الذي أطلق ووزير الثقافة روني عريجي هذا الحدث الفني. افتتاح المهرجان فولكلوري مع الدبكة اللبنانية وأيضاً على صوت أصيل صوت الفنان معين الشريف. عشاق الأغنية اللبنانية هم أيضاً على موعد مع صوت يشعل الأجواء نغماً وفرحاً مع الفنانة نجوى كرم. وفي السهرة الثالثة من المهرجان فنانة سحرت القلوب بصوتها نانسي عجرم. وختام المهرجان مسك في 23 آب مع الفنان وائل كفوري، صوت لبناني سيحول أمسية إهمج الصيفية إلى أجواء من الطرب والفن. احنا لا بعض خلقنا ولا شي رح بيفرقنا.